حرف الدال عبارة عن حركتين، أول حركة شبيهة بالحركة الأولى بتاعت حرف الباء بس أطول، طولها نقطتين. الحركة الثانية تنزل بعرض القلم مائلة بهذا الشكل، ولو لاحظنا أنها مرتفعة في بدايتها عن السطر بمقدار نصف نقطة، ولو عملنا خط رأسي كده يقسم لي المسافة بتاعت الحركة الثانية إلى نصفين متساويين، وهي نقطة ونقطة. وبعدين نبتدي نتدرب عليها بهذا الشكل، وزي ما انتم شايفين مرتفعة هنا عن بداية السطر بمقدار نقطة. نكتبها برضو بالقلم الموس بنفس الطريقة.